ولكن دائما يا عبد الحكيم انه الجمهور هو الفضل بعد ربنا، دائما بيكون نعم للجمهور. بص يا كابتن، الصوره النهارده تبين لك رساله مهمه جدا. في الوقت اللي انت بتروح فيه لتشكيك، بيتشكك فيك، بيتشكك في جماهيرك، بيتشكك في شعبيتك، بيتشكك في حاجات كتيره جدا، انت النهارده الصوره تغنى عن اي حاجه. صحيح. المنظر في الشوارع، المنظر، انا هحكي لحضرتك واقع. انا كنت على ما اتذكر يمكن بدايه الالفينات، كان نادي المنيا بيلعب في اسيوط، كان نادي المنيا في الدوري وبيلعب في اسيوط، فكان اوتيل واحد بس في اسيوط، فكان النادي الاهلي جه. انا فاكر المنظر، احنا كلنا كنا رايحين قدام الفندق عشان نشوف لاعب من لعيبه الاهلي. نفس اللي حصل في اسوان بالظبط، الجماهير مستنيه الاهلي. دي صوره بترد على كل الاكاذيب اللي كانت بتقال، الشعبيه والجماهير واصل مش عارف ايه، واصل انت ليك عداءات، واصل انت مش عارف انا مين. شفت ده، انا لسه كنت بحكي، انا شفت ده وانا في الملعب. ده حقيقي، جمهور اسوان بيرمي عليك البونبوني والشوكولاته والبتاع وانت ماشي. والله العظيم. وبعد كده جزء كمان منها كابتن اسلام لو تسمح لي، الصوره الحلوه اللي رسمها هنا، الدور بقى دور النادي الاهلي بعيد عن الكره والملعب، المسؤوليه المجتمعيه، المسؤوليه المجتمعيه اللي عمله الكابتن الخطيب ومجلس الاداره الوزير العام فاروق الدكتور محمد شوقي. حتى دي قال لك يا راجل ده راح المستشفى كده ازاي يعني؟ ايه ده؟ قالوا ايه؟ قال لك ده راح المستشفى كده كده ازاي يعني؟ يعني ايه كده؟ مش فاهم. ما هترد وتاخد اي كده وخلاص؟ اي كده وخلاص. لا، دورك في جزئين. الجزء ان انت رحت مستشفى زي مستشفى الدكتور مجدي يعقوب اللي بتخدم مصريين كتير جدا وناس عرب وناس اجانب، دورك ان انت هنا تبقى النموذج والقدوه للانديه الثانيه بعيدة عن الرياضه. انا بتكلم هنا بعيدة عن الرياضه. النقطه الثانيه، لما راح كابتن الخطيب وبنفس الوفد قبله محافظ اسوان، يمكن خبر امبارح اتنشر على الموقع الرسمي، ان نعمل فيلم تسجيلي عن محافظه اسوان. ما ده دور من ادوارك برضو، ان انت تروج لبلدك وتروج تبقى صوره لبلدك بعيدا عن الشق الرياضي كمان. ده دور الصوره المشرفه بتاعت النادي الاهلي. القصه مش كوره، النادي الاهلي ما هوش نادي كوره ونادي رياضه بس، لا، لازم ليك ادوار تانية، لازم تبقى انت بالفعل تؤكد كلمه القوى الناعمه، واحد من اهم القوى الناعمه لمصر. ده دورك ان انت تبقى سفير كويس جدا، تقدم مصر بالصوره الكويسه جدا، تطلع مصر منوره. ده الجزء اللي الاهلي دوره بيطلعه ايه. زياره الدكتور مجدي يعقوب، اوعى تفتكر يا كابتن اسلام لما حضرتك زعت الزياره امبارح هنا، العالم العربي ما اتفرجش على الزياره بتاعت الكابتن الخطيب، لا اتفرجوا والناس شافت. لما تروح وتقول تعمل فيلم تسجيل عن محافظه اسوان والسياحه والاثار، المنظر بتاع الجماهير النهارده، ما هو كل دي صوره حلوه. الصوره الحلوه مش جوه الملعب بس، لها حاجات بره. ده دورك كنادي اهلي وقناه النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي انك تقدم ده لمصر. فالصوره كلها حلوه بعيدا عن المكسب، يعني انت كسبت. صحيح. ليك مكاسب كتيره جدا، انك جربت لعيبه، انك في لعيبه ريحتها، كل ده نتكلم فيه. لكن الجزء اللي بره ده الاهم، اللي الناس لازم تعرفه. النادي الاهلي ده دوره مش جزء انت هتشوهه فده اللي هيحصل.